فشلت الجلسة الثالثة للمفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم في تقريب وجهة النظر بشأن عدد من الملفات الاجتماعية، وخاصة منها الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام. ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها. وقد أكد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد أن المشاورات توقفت بسبب عدم إحراز التقدم في نقطة الزيادة في الأجور واختلاف وجهات النظر حول نسبتها ومفعول صرفها، مشيرا إلى أن الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة في الأجور. وكشف سالمي أن الاتحاد قد تنازل عن زيادات سنة 2020 و2021 مقترحا احتساب الزيادة بداية من جانفي 22 على أن تغطي عامي 22 و23، مؤكدا أن الوفد الحكومي اقترح نسبة زيادة غير معقولة حسب تعبيره وصرفها لسنوات 23 و24 و25، وهو ما قبله وفد الاتحاد بالرفض. واعتبر السالمي أن الحكومة ترغب في ترحيل التفاوض على الزيادة في الأجور لتكون متطابقة مع برنامج الإصلاحات الكبرى الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي. يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قدم أمس لرئيسة الحكومة نجلة بودن برنامج الإصلاحات والخيارات الاقتصادية البديلة عن برنامج الإصلاحات الحكومي، برنامج تقترح فيه المنظمة الشغيلة الزيادة في الأجور بنسبة تعادل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مراعاة للظرف الاقتصادي ولتدهور القدرة الشرائية للأجور.